بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية. وفاة آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة شق الصدر إلى أمه آمنة بنت وهب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمره المبارك 6 سنين، ذهبت به أمه آمنة تزور أخوال جده عبد المطلب في يثرب، وهي المدينة النبوية. وفي طريق عودتهم إلى مكة توفيت آمنة بنت وهب في منطقة الأبواء، وهي بين مكة والمدينة. قال الإمام ابن القيم: ولا خلاف أن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي، وتقديم جمعية مودة بمملكة البحرين. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.